لا هلا هو وقت الفنان بيقدم شخصيات بطريقة مختلفة، نعم بكاركترات مختلفة، بأداء مختلف، فالناس بالعكس بتشوف كل دور كأنه شخص جديد أو كأنه شخص مختلف. يعني هذا الشيء اللي الحمد لله النقاد أثنوا على هذا الموضوع، نحن جينا شفناها كاركترات مختلفة، كأنه ما هي نفس الشخص اللي عم بيأدي هاي الشخصيات بالمسلسلات. يعني نحن وقت بنشوف جيمي بالحرمية غير وقت ما نشوف جيمي بيوما ما، غير وقت ما نشوف بهواجس عابرة، فكل شخصية مختلفة. هو يعني ممكن يصير كثير موضوع انه الفنان ينعرض له اكثر من مسلسل ضمن موسم رمضاني واحد، يا بيكون عمل اعمال كثيرة، يا بيكون في اعمال ما انعرضت بالمواسم اللي قبل فبتنعرض بالموسم نفسه. يعني صحيح، فهذا الشيء عادي. يعني يمكن التنوع أيضا يعطي جانب مختلف في وجه الفنان للمشاهد. اليوم مثلتي تراجيدي، مثلتي كوميدي، وين تشوفي روحك، بالتراجيدي أكثر أم الكوميدي أكثر؟ يعني بصراحة لأقول لك شيء، يعني أنا بحب الكوميديا أكثر، يعني أنا بلاقي حالي بالكوميديا أكثر، بحس حالي إنه أنا هي قريبة لإلي أكثر من موضوع المسلسلات والدراما. بس بنفس الوقت مثلا دوري بالمسلسل يوما ما هو دور درامي، في تراجيديا وفي ميلودراما. حسيت إنه أنا كثير كنت مبسوطة وكثير كنت داخل الشخصية، لدرجة إنه حتى بعد ما خلص المسلسل بلت شخصية ماريا معلقة فيني. يعني